champion! I'm the champion! I'm the champion! I'm the champion! تحياتي وسلاماتي لجميع الفارسات والفرسان في كل انحاء العالم وخصوصا فرسان اوروبا. بس ما بنعرف ايام قليله جدا بتفصلنا عن المؤتمر الاروع والاضخم اللي حيقام باوروبا واللي هو اي ام اشيبر 1 باثنز ان شاء الله ب 29/30/31 من نهايه هذا الشهر. نظرا للالتزام اللي تعهدت فيه لحضور دخولك للعمل تجاه تطوير نفسك، تجاه تطوير ذاتك والارتقاء في نفسك لمساعده فريقك. في عالم الاعمال ايضا لتحصل على النتائج المرجوه وخصوصا في صناعتنا صناعة النتورك ماركتينج، عليك تقوم بعدة خطوات. أولى هاي الخطوات هي زراعة الإيمانات والقناعات والرؤية الصحيحة بداخلك. رقم 2 تعلم الأكشن والخطوات والتكنيكس الصحيحة لتقوم فيها في هاي الصناعة ومع شركتنا العملاقة شركة كيو ان يوروب لا تحصل على النتيجة اللي انت بدك اياها. بحي المسج البسيطة والقصيرة اللي حابب خبرك فيها انه بمشيئة الله انا بوعدك انه هذا المؤتمر رح يكون نقطة تحول بنتائجك بحياتك. كل شيء ما قبل هذا المؤتمر رح يكون مختلف تماما عن ما بعد هذا المؤتمر. كل النتائج اللي انت كنت حابب توصل لك، كنت حالم توصل لك، كان بدك توصل لك، تمام؟ حتلاقي الإجابة بهذا المؤتمر. وبناء على معتقدنا بأن القوة التي في داخلك هي التي ستحدد مصيرك وستحدد من ستكون، بأكد عليك تحجز مقعدك في مؤتمر اي ام اشيبر في أسينا لتكتشف هاي القوة، لتطور من هاي القوة، لتعرف كيف تستخدم هاي القوة اللي بداخلك. رح تسمع على هاي الستيج قصص نجاحات رائعة جدا لأشخاص عمرها أشهر وعمرها سنوات في هاي البزنس. وبحب خبرك دائما هناك متسع لنجم جديد في أوروبا. يعطيكم ألف عافية ونشوفكم بدونا قريبا.